نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. وفي نصائح نتمنى بالفعل أن تكون مفيدة لكم، ننصحكم بمجموعة من الأشياء عليكم التوقف عن فعلها حالا. التذمر، لا أحد يعيش مراحل حياته من دون أن يصاب بالأذى. إننا لدينا جميعا مشكلات معينة وهي لن تزول بمجرد الشكوى منها أو الشعور بأنك ضحية لأمر ما. فإذا كانت هناك وسيلة ما لتحويل المشكلة إلى شيء نافع فقم بذلك، وإن لم يكن هناك حل آخر حاول أن تتعامل معها على أفضل نحو ممكن. الانتظار، لماذا تترك الآخرين يتحكمون بحياتك في حين تستطيع أن تتحكم بها بنفسك؟ خذ زمام المبادرة، لا تكن مستسلما، تفاعل مع الحالات التي تصادفك وحاول الحصول منها على فوائد إيجابية، لكن لا تكن مستسلما كذلك. اخطو خطوة صغيرة نحو هدفك وشاهد ما سيحدث، فإنه من المحبط الاكتفاء بانتظار مكالمة هاتفية أو مراجعة شخص ما، فلا شيء يحدث أثناء انتظارك. التخطيط، وهو مشابه للانتظار لكن هناك حالات محدودة يكون فيها التخطيط مثمرا، ومثال على ذلك من المنطقي وجود خطة مفصلة إذا أردت عرض منتج ما في سوق مشابهة لسوق وجد فيها مسبقا، لكن معظم الحالات اليوم ليس من الممكن التنبؤ بها. فإذا كنت تواجه مستقبلا لا يمكن التنبؤ به، لا تخطط مسبقا وتصرف على نحو تدريجي ومدروس. نصائح تهمكم. التوتر، إذا كان لديك مهنة ما بدلا من الوظيفة سيكون عليك القيام بالكثير من الواجبات دائما، الاجتماعات، المتابعة، التدقيق، فلا تزيد من الأمر سوءا وتصعب حياتك بتخصيص 20 دقيقة لإنجاز أمر ما وأنت تعلم أنه يحتاج لساعة كاملة. المغزى هنا هو ألا تترك الأمور للصدفة، فوض غيرك بالأمور التي لا تجيدها واعتني بصحتك جيدا. الممارسات السلبية، سيكون هناك العديد من الناس حولك ممن يحبون الشكوى والنميمة والتذمر والهمس، وقد تجعلهم هذه الأمور يشعرون على نحو أفضل لسبب ما، لكن لا تجعلهم منتجين أبدا فلا تنضم إليهم. الإفراط في الاعتماد على الذات، حتى لو كنت ذكيا ويمكنك الاعتماد على نفسك هذا لا يعني أنه يمكنك إنجاز كل شيء على أفضل نحو، فاطلب مساعدة الآخرين من وقت لآخر. من أفضل الأفكار لتجنب الفشل هو أن تطلب المساعدة. وأخيرا، عند استبعادك لهذه المعوقات التي فرضتها على نفسك فإن حياتك ستتحسن لا محالة، وهو أمر لا يجب التوقف عن فعله أبدا. هذه كانت بعض النصائح، أشياء عليك التوقف عن فعلها حالا.